رسائل الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة باش تنظم هذا اللقاء هذا تضامني مع ساكنة فيكيك اللي كتواجه واحد المعضلة كبيرة وهي الماء. الماء هي الحياة، الماء هي الصحة. فهذا الجانب الجمعية ديالنا كتنظم هذا النشاط، والجمعية ديالنا نظمت نشاطات كثيرة في فيكيك والنواحي ديالها، وعرفنا المنطقة وكنعرفوا التهميش اللي كتعيش فيه. هذا التهميش هذا اللي خصو يترفع، لأن منطقة اللي عطات الغالي والنفيس من أجل ضد الاستعمار، من اجل الاستقلال، من اجل الديمقراطيه. سير الماء، هذا المشكل ديال الماء اللي بغاو الخصاصه ديالو اللي كانوا كيسيروه منذ قرون بوسائل ديالهم الخاصه، واللي ما عمره ما خلق شي مشكل. الان جات شركه خاصه اللي مع الاسف بغات تسيروا، وعن والساكنه رافضه داك الشيء. الساكنه دائما خص الواحد يتشاور معها. الماء كما قلت، الماء هو الحياه، ودونك في هذا المجال هذا خصنا نوجهوا نداء بهذا المناسبة باش لتسوية هذا الملف الأساسي ديال المياه، وتسوية كذلك أن المنطقة تعرف رفع الهم تهميش اللي عليها، وكذلك جرب إلى بغينا نقولوا جبر الضرر الجماعي، لأن المنطقة عرفت انتهاكات خطيرة في سنوات الرصاص. اليوم حضرنا لهذا اللقاء التضامني اللي نظمته الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة، اللي هو لقاء تضامني مع ساكنة فيكيك في واحد الحراك اللي خيضينو كاحتجاج على تهديد ديال حقهم في الماء، وتفويت ديال تدبير ديال الماء لواحد الشركة خاصة هي شركة الشرق للتوزيع. هذا التضامن شنو كان هدفه بالنسبة لنا اليوم؟ أولا أننا نعرفوا بقضية ديال الساكنة ديال فيكيك، وبالمشروعية ديال هذاك الاحتجاج اللي دايرينه هذه 6 شهور ومازال ما تلقاش حل، بحيث أنه كاينة المسطرة ديال تفويت ديال المياه ديالهم بدون استشارة ديال الساكنة، مع كل ما يمكن ينجم على هذه المسألة هذه من تهديد ديال المصالح ديالهم في ملكية الأراضي، في المستوى ديال المعيشي، في الولوج للماء، في استعمال الماء. غياب هذا الصدى وغياب التجاوب باش يتلقى حل، لأن الناس ديال المنطقة رافضين أن الماء يتم تدبيره من طرف شركة خاصة. هما تيدبروه بشكل جماعي، وعندهم تقاليد، وعندهم واحد الإرث تاريخي، وعندهم واحد الحرص ديال أنهم يحافظوا على الطريقة ديال تدبيرهم الماء. ولكن يعني المؤسسات، الجماعة مثلا في المسطرة اللي اتخذت، ولا السلطة في التعامل مع هذا الملف، ما راعتش هذا الجانب الثقافي وهذا الخصوصية ديال هذه المنطقة. إذا حنا اليوم هنا باش نعرفوا بهذه القضية، باش نتضامنوا، وأيضا باش نديروا واحد الحملة ديال التضامن مع معتقل من هاد الناس اللي قادوا هذاك الحراك، اللي هو محمد الإبراهيمي المعروف بموفو. تعتقل هو وتحكم أيضا على واحد السيدة اللي سميتها سيدة حليمة، ب8 شهور موقوفة التنفيذ، ب6 شهور موقفة التنفيذ، وموفو ب8 شهور نافذة، بسبب انخراطهم في هذا الحراك، وبسبب أو بغرض إسكات ديال هذا الحراك. إذا التضامن خصو يلقى الصدى ديالو عبر وسائل الإعلام، وخصو يوصل للناس اللي عندهم القرار من أجل إيجاد حلول، لأن ما يمكنش نلقى واحد الحل من أجل تدبير واحد الثروة مائية اللي هي ملك لواحد المنطقة عندها خصوصية ثقافية، لقوا حلول وحنا متجاهلين الرغبات والإرادة ديال الساكنة. وأيضا كان تضامن من أجل التثمين والافتخار بالنساء ديال المنطقة ديال فيكيك، وبالدور اللي لعبوه في الإسماع ديال الصوت ديالهم عبر وسائل الإعلام.